بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين. حياكم الله أعزائي الطلبة في هذا اليوم المبارك. اليوم إن شاء الله راح تكون حصتنا خفيفة لطيفة وسهلة جدا. عندنا حصتنا ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هي أعداد، يعني تمام شباب، هي أعداد. شو معنى ألفاظ العقود؟ ألفاظ العقود هي الأعداد من 20 إلى 90، 20 30 40 50 60 70 80 90، مش 21 22 أو 33 45 36. هذا لا، هذا هاي كم نسميها أعداد معطوفة، تمام. أما من 20 إلى 90 فقط العشرات، يعني 20 30 40 50 60 70 80 90، هي هاي ألفاظ العقود. سهل جدا، ألفاظ العقود تلزم صورة واحدة مع المعدود تبعها. شو يعني؟ يعني كانت مذكر، معدود مذكر ولا مؤنث ما بفرق، نقول 20 مذكر و20 للمؤنث، تمام. نقول 30 للمذكر و30 للمؤنث، تمام. بس اللي بيختلف عنا شغله واحده، اللي هو تعرف بالعراب الملحق بجمع المذكر السالم، تمام. ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. يعني كلمه 20 وكلمه 20 هي من ناحية المذكر المؤنث تلزم صورة واحدة، مش فيش في فرق بيناتهم، هاي نفس هاي. هو اللي بيختلف عندي فقط العلامة الإعرابية والمحل الإعرابي، هل هو محله نصب أو جر بكون في الياء، وإذا محله رفع بكون بالواو، بس هذا اللي بيختلف. طيب سؤال ثاني بسأل الطلاب، أستاذ ليش قلنا الملحق بجمع المذكر السالم؟ لأنه هاي إحنا بنعرف إنه جمع المذكر السالم هو كل مفرد، تمام، مذكر اضفنا اليه واو او نون او ياء او نون، تمام. هذا ما له مفرد، اعطيني مفرد ال 20 ما لها مفرد، 30 40 70 ما لها مفرد، تمام. لذلك سميناه ملحق بجمع المذكر السالم، لكن صورته، صوره الكلمه، شكل الكلمه بيشبه المذكر السالم ولا لا؟ بيشبه جمع المذكر السالم، لذلك ايضا قلنا الملحق بجمع المذكر السالم، تمام. اذا قضيتين، القضيه الاولى الاعداد من 20 إلى 90 تلزم صوره واحده، خلينا مركزين فيها، تلزم شو؟ صوره واحده، يعني مذكر او مؤنث نفس الشيء. بقدر اقول 20 للمذكر والمؤنث، بقدر اقول 20 للمذكر والمؤنث، فقط اللي بيختلف اللي هي الحاله الاعرابيه فقط. طيب تعرب حسب موقعها في الجملة. احنا بنعرف انه جمع المذكر السالم ممكن يجي فاعل، يجي مفعول به، ممكن يجي مبتدا، ممكن يجي خبر، مضاف اليه، في حرف جر واسم مجرور، يعني حسب موقعه انا شو بعرف. راح ناخذ امثلة ونوضح هذا الشيء. قام 20 طالبا بتنظيف الصف. اول شيء نيجي نعرف قام، تمام. دائما احنا كنا نحكي وفي الاعراب انه اي كلمه بدك تعرفها بدك تعرف اعراب ما قبلها حتى يسهل عليك اعراب. قام فعل، تمام. بعد الفعل لازم يجي فاعل. قام فعل 20، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو. ليش؟ لانه ملحق بجمع المذكر السالم، مش لانه جمع مذكر، لا، نقول لانه ملحق بجمع المذكر السالم. اذا 20 لاحظ جاءت بالواو، تمام. ليش جاءت بالواو؟ والله جاءت بالواو لانها جاءت في محل رفع اللي هو الفعل، تمام. طيب الان في قضيه احنا لسه ما ذكرناها، بيجي بقول لك الاستاذ هذا العدد وين المعدود؟ المعدود يا استاذ اللي هو كلمه ايش؟ طالبا. طيب العدد بنعرفه حسب موقع من الجمله، اعراب ملحق جمع المذكر السالم. طيب العدد المعدود، عفوا، المعدود بنعرفه شو سميناه؟ اذا بتتذكروا بالثامن اخذنا شيء مع الاعداد المركبه المعدود تبعها شو بيجي؟ قلنا تمييز. شو تمييز؟ تمييز يعني ميزناه عن غيره من الاشياء. طيب دائما تمييز الفاظ العقود، التمييز تبع الفاظ العقود دائما تمييز منصوب. اذا تمييزا منصوبا وعلامته نصبه الفتح الظاهر على اخره، تمام شباب.
إذن دائما تمييز ألفاظ العقود دائما منصوب، نكتبه هون ملاحظة ونركز عليه، تمييز ألفاظ العقود منصوب دائما. هاي قاعدة يا شباب، تمام؟ هذه قاعدة. طيب مثال ثاني، قرأت 30 كتابا. لو بدنا نشعر نقول نعرف قرأت، قرأ فعل والتاء قبل المتصل في محرف فاعل. أنا معرف لك باختصار لأنه هاي الأشياء مرة عليك، إحنا بس بناخذها حتى نبين إعراب ألفاظ العقود. طيب فعل فاعل ممكن يجي معها مفعول به، ماذا قرأت؟ نسأل عن مفعول به بماذا؟ ماذا قرأت؟ 30. 30 مفعول به منصوب على نصه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب كتابا، كتابا شو بنعرف يا أستاذ؟ تمييز منصوب، ما بتختلف عما قبله، تمييزا منصوبا وعلامة نصبه الفتح الضارب. طيب قلنا هذا العدد وهذا المعدود، لاحظ العدد شو جاء؟ صيغة واحدة، المعدود جاء مذكر، أما العدد لازم صيغة واحدة. طيب هون بالواو، هون بالياء، والتزم بصورة واحدة والمعدود مذكر. طيب أنهيت عملي في 50 دقيقة، لاحظ المعدود شو جاء؟ مؤنث، والعدد هاي اللي هو 50 جاء نفس الصورة ما اختلف، تمام؟ إذا من ناحية التذكير والتأنيث يلزم صورة واحدة. طيب شو العراب فيه؟ حرف جر سهل جدا، دائما ناخذ الكلمة اللي قبل الكلمة المراد إعرابها. طيب 50 اسم مجرور وعلامة كره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالب. هذا هو كل درسنا، سهل جدا. أهم شيء عارف إنه والله الأعداد الألفاظ العقود هي الأعداد من 20 إلى 90. أهم شيء ما يكون 21 23، لأنه في هاي الحالة ننتقل لأي شيء ثاني اسمه إعراب الأعداد المعطوفة. وإحنا لا، إحنا درسنا فقط من 20 إلى 90 اللي هم العشرات، ويلزم صورة واحدة، يعني نفس الصورة مع المذكر المؤنث بتيجي تعرب إعراب الملحق جمع المذكر سالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وتعرب حسب موقعها من الجملة، وتمييزها دائما تمييز منصوب. وبهيك بنكون ان شاء الله ختمنا درسنا لليوم ألفاظ العقود، ويعطيكم ألف عافية.